مؤخرا خرجت بعض الدراسات والتقارير العلمية وأكدت أنه تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الـ AI هتعمل ثورة وتحول كبير في مجال الرعاية الصحية. والحقيقة مش بس كده، التقنيات دي كمان في المستقبل هتتوظف بشكل هنقول يخض في الأجهزة والمعدات الطبية. بالفعل في عدد كبير من الارتكلز والمقالات ومن البحوث أكدت الأمر ده، وقالت ان في مجالات بعينها يعني الذكاء الاصطناعي عمل فيها خطوات، يعني يمكن زي مجال مثلا العيون يمكن بعيد شويه عن مجال الجراحات، ولكن في مجال التشخيص قال ان عمل نتائج وصلت لارقام كبيره. علشان كده احنا النهارده هنعرف ازاي هيقدر الذكاء الاصطناعي انه يحدث ثوره كبيره جدا في الرعايه الصحيه. ضيفنا النهارده عبر تطبيق سكايب الدكتور محمد محفوظ، استاذ الهندسه الطبيه في جامعه تينيسي بالولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير يا دكتور، وبعد التحية، ما هي الدلائل اللي بتؤكد ان احنا داخلين على تحول كبير هيعمله الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية؟ صباح الخير، وانا سعيد جدا بوجودي في البرنامج. هو طبعا الذكاء الاصطناعي، او ممكن نقول الذكاء الصناعي على حسب النطق، هو بقاله فترة الحقيقة داخل في المجال الطبي وبقوة. فطبعا زي ما تفضلتم، هو في التشخيص، في التشخيص الصناعي، هو طبعا في محاولات كبيره جدا، وفي زي تشخيص سرطان الثدي، وداخل برضه في مجال العلاج الانكولوجي اللي هو علاجات السرطان بقوه، بقاله فتره في الموضوع الحقيقه، لان هو بيقدر في الذكاء الصناعي يتم تدريبه، فيقدر يشوف في الاشعه ستراكشرز او اشياء يصعب حتى على الراديولوجيست ان هو يقدر يشوفها، فبالتالي هي تبقى عامل مساعد ضخم جدا. ده من المجالات اللي هي بقوه بقاله فتره طويله شغال. في مجالات تانية طبعا داخله، اللي هي بالنسبه اللي هي زي برضو تفضلتم في العيون، كانت جوجل ومجموعه تانية بالنسبه لعلاج اللي هو السكر دايما بيأثر على العيون، فكان في انيشيتيف ضخمه جدا اتعملت الحقيقه مع جوجل في الهند على المناطق النائيه، اللي هو يقدروا مثلا يكشفوا على العيون، وهي كلها مجهودات مستمره لانها في تطوير مستمر. طبعا غني عن التعريف ان هو داخل في كل الروبوتكس دلوقتي في الجراحات، على اساس ان هو بيساعد الجراح في كل المنظومات دي. هو في النهايه الطبيب او الجراح هو اللي بياخد القرار، عشان بس نكون واضحين، لانه طبعا في اراء كتيرة على ان هو هياخد الذكاء الصناعي هياخد يتفوق على الانسان، وبيتفوق في حاجات معينه، بس في النهايه هو احنا بنسميه كولابوريتيف، او ان هو مساعد دايما للطبيب. طيب دكتور، برضو حاجه من اتفضل. لا، بقول دايما من التطبيقات المهمه اللي هي الريموت اسيستنس، يعني في المناطق اللي هي يصعب تواجد فيها مثلا طبيب باستمرار، فبيقدر مثلا بتطبيقات الذكاء الصناعي دايما تاخد الاعراض بتاعه المريض وتقدر تبعتها بصفه مستمره، او تقدر تراقب المريض بصفه مستمره، وتقدر تدي ملحوظات والطبيب حتى بعيد عن المريض في المناطق النائيه. دي اللي هي التطبيقات اللي هي هتبقى قويه جدا، وهتغير تقريبا وجه الطب او الرعايه الطبيه بصفه عامه. طيب دكتور محمد، خليني ارجع لاول نقطه حضرتك ذكرتها، ولو هنتكلم تحديدا على سبيل، يعني على سبيل المثال مثلا الامراض الاورام او السرطانات، حضرتك قلت انه الاي اي او الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يشخص بعض الاورام افضل من العامل البشري، بس ده ازاي في حاله انه المفروض ان ده بيبقى مبني عن الاستنتاجات بتكون مبنيه على جيفنز او على معطيات للاله عشان تقدر صحيح تشخص، فهو على اي اساس يقدر يشخص افضل من الطبيب او المعطيات اللي تم ادخالها؟ هو انا عايز اقول يعني احنا بنقول دايجنوستيك، بس هو في الحقيقه هو الديتكشن، يعني هو الاكتشاف، فهو القدره على ان هو يكتشف، لان هو طبعا الطبيب مهما كان بالذات في العلاج المهم، يعني هو الماموجرافي، لو احنا نتكلم بالتحديد الماموجرافي ده، لانه ده مهم جدا ومهم جدا للسيدات، واللي دايما بيتعمل دايما على فترات
مستمرة علشان سرطان الثدي ده تقريبا من أخطر أنواع بالنسبة للسيدات. فهو الفكرة كلها إيه؟ إن هو بيتم تدريبه على أعداد كبيرة جدا من المعلومات، بيكون طبعا التدريب بيتم تحت إشراف يعني تحت إشراف خبرات طبية في هذا المجال، فهو مش بيكتشف حاجة ما يقدرش. هي القصة كل ما فيها إيه؟ إن هو بالنسبة لل لما يبقى الراديولوجيست او احنا بنسميه ايه اخصائي الاشعه افتكر اللي هو دكتور الاشعه، لما بيقعد يبص على الاشعه نفسها فترات طويله يكون مساعد للذكاء الصناعي بعد ما يكون تم تدريبه، هو بيكتشف المايكرو ستراكشرز والمايكرو كالسيفيكيشن والحاجات الصغيره اللي هي تاخد وقت، يمكن كمان يصعب على الانسان ان هو لو قاعد فتره طويله بيشخص انه يقدر يشخص تشخيص دقيق. لكن في النهايه هو لما بيكتشف حاجه الجراح او قصدي الدكتور الطبيب مش شايفها، هو في الاخر الطبيب بيرجع له، هو لازم هو الطبيب في الاخر هو اللي ياخد القرار. طب ده في حاله التشخيص يا دكتور، في حاله اجراء الجراحات سمعنا ان الذكاء الاصطناعي قدر ان هو يعمل بعض الجراحات، ولكن في مخاوف من تغوله في هذا المجال، الى اي مدى يمكن ان ينجح؟ احنا فهمنا انه في التشخيص بيقدر بنسبه كبيره، في الجراحه ايضا يقدر؟ في الجراحة هو دلوقتي داخل في الجراحة بس برضو بشكل مساعد جزء. في محاولات ان هو يعمل جراحة بالكاملة، ودي كانت تقريبا إرهاصاتها طالعة كانت يعني اللي أعرفه أنا شخصيا في المجال ده، إن كان في محاولات مثلا في لما تبقى في القتال في جبهة قتال مثلا في حد مثلا تم إصابة فتقدر تعمل عمليات سريعة انه مثلا في وهو موجود في تحت ضغط نفسي وعصبي يعني. لكن هو بالنسبه لان هو يبقى يتم بالكامل 100% في حاجات محدوده جدا اتعملت عليها تجارب بس مش على البني ادمين طبعا، بس الفكره كلها طبعا ان انا هتكلم بالنسبه لامريكا علشان انا اعرف اكتر. في النهايه لازم يبقى في حد مسؤول عن العمليه، يعني مثلا لازم يبقى فيه مسؤول. فانا مثلا حتى لو انا استخدمت الذكاء الصناعي في تشخيص وحتى لو كان حصل تشخيص خاطئ، وده ممكن يحصل واحنا بندرس الاولاد كده ان يكون حاجه نقول انها فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف، فحتى ده لو حصل المسؤوليه بتقع على الطبيب. اوكي مشكلة ان هو يتم تطبيق في الوقت الحالي في وجود القوانين اللي هي FDA مثلا في امريكا اللي هي Food and Drug Administration اللي احنا دايما بنتبع الخطوات دي، ده صعب جدا ان هو ان يتم الموافقة على الجهاز ان هو يقوم بعملية بالكامل. هو ممكن في بعض الحاجات على فكرة عشان نكون واضحين، لكن المسؤولية هتقع على مين لو حصل خطأ. صح، هي دي القصة في الاخر. وبعدين الاهم في الموضوع ان لازم يكون المريض هو المهم في الاخر، يعني يكون ايه المحافظه على المريض هي الاهم في الاخر، هي اللي ليها اولويه اكيد تطبيق جديد طبعا. طيب بالتاكيد يعني. دكتور محمد، يعني لاي مدى لو هنبص للمعطيات اللي عندنا دلوقتي وهنبص للارقام اللي عندنا دلوقتي، لاي مدى نقدر نعتمد على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ وحتى الان يعني هل ممكن يبقى في نسبه خطا من جانب الذكاء الاصطناعي، ان كان بقى في التشخيص حتى لو في الروبوتكس في الروبوتس اللي بتعمل العمليات الصغيره زي ما حضرتك قلت او بتساعد حتى في العمليات دي؟ هو طبعا نسبه الخطا وارده بالنسبه للروبوتكس سيرجري الحاليه اللي بيستخدم فيها الذكاء الصناعي، وانا ليا تطبيقات في المجال ده، هي طبعا بالكامل تحت سيطره الطبيب فمش هيدي مجال للخطا. لكن بالنسبة اللي هو لو تم الاعتماد على تشخيص في الوقت الحالي في نسبة خطأ في بتبقى في نسبة أخطاء، والواحد لازم يكون مدرك لهذا الكلام. يعني مثلا تشات جي بي تي كلنا سمعنا اللي هي التطبيقات اللي هي تشات بوتس دي، لا دي في نسبة خطأ مش قليلة، فبالاعتماد عليها عشان كده لأنها هي بتعتمد على اللي هي على مدى الداتا او التدريب اللي تم عليه. اوكي، فهو دي هي لازم عشان يبقى نسبه الخطا تقل يبقى لازم يتعرض لحجم ضخم جدا من المعلومات، وهي دي اللي بتسبب المشكله ان هي
ان هي التطبيقات ساعات تكون مكلفه شويه، لكن في المجال الطبي بصفه عامه انا اعتقد بالنسبه لمصر دي فرصه ضخمه جدا، ان لان ما فيش القيود اللي موجوده زي مثلا امريكا هنا. امريكا هنا عشان حتى المستشفيات كلها مش متصله ببعض، مش زي ما الناس فاكره، كل مستشفى وكل منطقه تقريبا منعزله بالكامل تحت اللي بيسموها الداتا برايفسي، ان هما داتا برايفسي عاليه جدا في مجال اللي هي الطب بصفه عامه، ودايما التخوف من اللي هي الداتا برايفسي اللي هي داتا برايفسي وامن البيانات، امن البيانات، امن البيانات المريض، دي مهمه جدا ومهمه جدا في اوروبا، ودي عامله نوع من انها بتحد تقريبا شويه من استخدام الذكاء الصناعي على اعداد ضخمه من الـ من الـ من المعلومات. لكن طبعا لو اتعملت القوانين وتمت اتخاذ الاجراءات لتحمي بيانات المريض، اعتقد ان هو في فرصه عاليه جدا 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 ان هو يتم تطبيقات على مستوى عالي جدا في مصر. الحقيقه دي فرصه، ولازم المسؤولين يدركوا ان دي منطقه لازم مصر تدخل فيها. الحقيقه على اي حال يا دكتور، الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي دخل في كل مجالات حياتنا بشكل قوي جدا، حتى بقينا وصلنا لمرحله انه في تخوف انه يمكن يحل محل البشر او العمل البشري في مجالات كتير جدا، لكن على اي حال احنا كل يوم بنسمع الجديد. طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد محفوظ، استاذ الهندسه الطبيه في جامعه تينيسي بالولايات المتحده الامريكيه. شكرا لحضرتك يا فندم.